استاذه جهاد من الاسكندريه، تتفضل. ايوه شيخ، ازاي حضرتك؟ نعم وفضل. كنت بستاذن حضرتك بس ان انا عايزه، كان عندي شقه انا عايشه فيها، طيب فحبيت بس اكتبها لاولادي على اساس ان عندي بنتي مطلقه، فكتبت الشقه دي باسم اولادي، فهل كده في وزر عليا ولا لا؟ خالص، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. اللي أنت عملتيه ده صحيح، وإن شاء الله ربنا يكتب لك الثواب والمثوبة، وبدل عملت الكلام ده عشان أولادك ما زي ما بيقولوا كده ما يتبهدلوش من بعدك، ربنا يحفظهم لك، مش إنك أنت قصده أي حاجة تانية غير إن أنت فعلا تعملي كده، ربنا إن شاء الله يكتب لك الثواب الحسن. بالعكس، أنت تثابي على ده مش تبقي خايفة من العقاب. نعم.